الاسعار الادويه كنقدروا نقولوا بان لا زال سعر الادويه مرتفع بالنسبه للقدره الشرائيه ديال المواطن، ما ارتفعوش لان من بعد ما تحيدت لا تي في ا جميع الادويه كلها انخفض السعر ديالها من دزنا من 7% الى صفر. يعني ما يمكنش نجيو نقولوا بان مازال ارتفاع ديال الادويه. ثانيا ان الاسعار اليوم عرفت بان انخفاض بالنسبه ل 4500 دواء جنيس في المغرب، واليوم مازال كننتظروا 169 دواء اللي غادي ينخفض السعر ديالهم، كننتظروا بانه يتنشر داك الشيء في الجريده الرسميه حتى الانخفاض ما يناهز تقريبا حتى 59% بعض الادويه اللي كتصلح الامراض المزمنه. هذا عمل جبار اللي خصو توافق مع المصنعين باش يكون لا ضر لا ضرار، وخصنا نعرفوا بان السعر كيفاش كيتحدد ديال الدواء في المغرب. ماشي ما يمكنش نديروا مقارنه ما بين ادويه في اسبانيا وفرنسا كما كيجي على بزاف ديال الالسنه والدواء في المغرب، لان الاخرين اللي فارماليزو فيسينو السيد لي فارماسيان كي سون اللي كاينين هنا كيعرفوا بان عندهم مداخل اخرى من غير الهامش الربحي اللي كاين في الدواء. حنا اليوم كنكتفيو على الهامش الربحي في الدواء، وهذا الشيء علاش الاصلاح ديال المنظومه ديال الصيدليه. شكرا 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 وزير.